صباح الخير، اسمي احمد شحاته من مؤسسه تطبيق عم امين، معهد قراءه دوري الكتاب من اكبر احدث الكتب في الوطن العربي. حابين نعمل له حاجه مشرفه فيه، تكون حاجه ذات قيمه للمعهد الكتاب. وفنان تطبيق بيخدم زوار المعرض في حاجات رئيسيين. اول حاجه خريطه تفاعليه للمعرض، ممكن الزوار المعرض يوصلك اي دار نشر بسهوله جدا. تاني حاجه ممكن يعمل بحث باسم الكتاب او باسم الكاتب. تالت حاجه ان هو في جدول معهد الكتاب بيكون فيه اكتر يوميا اكتر من 30 فعاليه، وفنان له جدول انشطه خاصه بالمعرض بحيث الزوار يعرفوا يوصلوا بالفعاليات دي ازاي. واهم حاجه، اهم حاجه السنه دي بنوفرها في المعرض توثيق كتب لزوار المعرض. عم امين موجود على اندرويد وموجود على ابل، ممكن هو يسيرش ويبحث عن كلمه عم امين بالعربي او كلمه عم امين بالفرانكو عرب. التطبيق حجمه قليل، ممكن سهوله ممكن يحمله داخل المعرض. معانا طبعا شخصيه عم امين موجوده في المعرض السنه دي، بتحب ترحب كل زوار المعرض. في تفاعليه جديده لينا على الفيسبوك، ممكن يعمل هاشتاج عم امين جسنا يسار بقى المعرض، هيلاقي فيها هاشتاج يرفع الصوره بتاعته عم امين، ممكن ياخد كتاب هديه مجانا معانا من المعرض. اتمنى ان احنا نفيد زوار المعرض السنه دي، وشكرا جدا لكم.